مدرب منتخب الجزائر يصفع لاعبيه بسبب منتخب تونس، فما القصة؟ أثارت لقطات لمدرب المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة جدلا واسعا في الجزائر وسط غضب كبير من الجماهير بعدما قام بصفع عدد من لاعبيه خلال اللقاء الذي جمع منتخب بلاده مع تونس في إطار الجولة الثانية من الدورة الدولية لأقل من 20 عاما المقامة بالجزائر. وأظهرت المشاهد المصورة من المباراة حدوث مناوشات بين لاعب المنتخب التونسي ونظرائهم في الجزائر، وتسببت في توقف اللعب ليتدخل المدرب الجزائري ياسين مانع لفض الاشتباكات عن طريق صفع مجموعة من لاعبيه بقوة أمام أنظار الجميع من أجل تهدئة الأوضاع ودفعهم إلى العودة للمباراة. ولقي الفيديو المتداول وتفاعلا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، بينما استحسن تصرف المدرب ورأى أن مسؤوليته كبيرة في تعليم اللاعبين كرويا وأخلاقيا حتى وإن اضطر إلى ضربهم، ومن رأى أن ما فعله اعتداء جسدي فيه إهانة لكرامة لاعبيه ومساس بشخصيتهم.